شوف انا نمت مع ستات كتير قد ايه، بس اللي حصل بيني وبين صاحبتي دي عمره ما حصل بيني وبين اي واحده عرفتها قبل كده. عمرنا ما خبينا حاجه عن بعض، ولا عمرنا اتكسفنا نقول حاجه لبعض. انا ساعات بحس انه مش صاحبي، حتى روضه بنتي معتبره عبد الله صديقها الشخصي. انا اكتر واحده مركزه في العالم، مركزه في كل اللي بيحصل حواليا. بحس ان انا عايزه اشوفه كل يوم، ما بزهقش منه، بفتكره كتير، بس ده كله مش معناه ان انا بحبه طبعا. عبد الله لو سمحت ما تكلمنيش تاني ايا كان السبب. انت بجد عبد الله عمرك ما فكرت انا ونادين اتطلقنا ليه؟ لما الاقي واحده احس معاها بالسلام زي اللي بحسه مع ماري، والانبساط زي اللي بحسه مع ميسيس بيرفكت، واحده احبها زي ما بحب اميره. ده ابوك الله يرحمه بقى يبعتها لك من عنده في الجنه ان شاء الله. يعني جت وسابت الزفت ده واختفت وما قالتش لاي حد؟ أكتر واحدة حبيتها في حياتي. يظهر مامة نادين كانت بتحبك يا واد. بس أنا خلاص بطلت أحب بنتها. تقبل لو جبنا ولادي يفضلوا على ديني أنا؟ شرعا ما ينفعش. عشان شرعك غير شرعي ودينك غير ديني. ولو كان عبد الله مجنون قرد، أنا بقى مجنون 24 مليون قرد. هو فاهم إني قصدت أبين له إني معجبة بيه، وهو كمان بين إنه مهتم أكتر من مرة، بس عشان أنا بينت أكتر هو عمل عبيط. انت كده بتضغط عليا قوي، وانا مش ناقصه وجع. احنا كنا في اوضه مش عايزه اعرف. نزل لنا يا فريده. في ناس غيرك في الدنيا لما بيبقى عندهم مشاكل زي حالاتي كده بتبقى مشاكلهم اهم بالنسبه لهم منك ومن انواع